طبعا مملكة البحرين عندها موارد محدودة من المياه الصالحة للزراعة، وعندها أيضا محدودية في الأراضي الصالحة للزراعة. فالسيستم ده ميزته إن هو بيستخدم المية والأسمدة بشكل في ترشيد عالي جدا، تقريبا ما فيهوش هدر نهائي لهذه الموارد، وفي نفس الوقت لا يستلزم وجود أراضي صالحة للزراعة. أنا ممكن على أي نوع من الأراضي أقدر أستخدم السيستم ده، فأنا بحول الأراضي الغير قابلة للزراعة إلى نوع من الأراضي الزراعية المنتجة. ولذلك إحنا بنشجع كتير على تبني السيستم ده، والوزارة بتتبنى استراتيجية تدريب المواطنين والمقيمين على هذا النوع من أنظمة الإنتاج.